أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما نزل من الشارب إلى اللحية هل يحلق أو يقص؟ الشارب شارب واللحية لحية، الشارب يقص، كل ما يسمى شارب يحف ويقص، أما اللحية فإنها تعفى، وبينهما فارق بين اللحية والشارب. نعم، شارب ما نبت على الشفه العليا، ما نبت على الشفه العليا فهو شارب، يقص ويجز. نعم.